بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ الدكتور الطيب النوراني وفيديو جديد من سلسلة نيو هيدوي أكاديميك سكيلز، ونحن ما زلنا في ليفل 3. الكتاب هو Reading, Writing and Study Skills، وزي ما عارفين إنه ده الفيديو الثالث في يونت 7. ويونت 7 دي بتتكلم على إيش؟ بتتكلم على اللي هي عجائب العصر اللي هو نحن فيه الآن. شكرا في البداية، في بداية الفيديو أشكر جميع الذين اشتركوا معنا وجميع الذين شاهدوا الفيديوهات والتعليقات والتشجيع والدعم، واللي ما اشترك حتى الآن يعني رجاء يشترك حتى يعني ندعم القناة ونتجاوز 1000 إن شاء الله، لكن دعمكم هو خلينا نشجع واشتغل. If till now you haven't subscribed to the channel, please do it now and press the notification bell to have any new updates of our videos and our questions and tests. And again, also try to press the like button and share the videos with others to maximize the benefit from our channel. Thank you for the subscribers and for the viewers. شكرا للمشتركين وشكرا للمشاهدين، ونتمنى كل من يشاهدنا يشترك معنا في القناة، لأنه الآن المشاهدات تجاوزت يعني عندنا الآن أكثر من 50,000 مشاهدة في كل الفيديوهات، لكن الاشتراك ما زال ضعيف. نبدأ الفيديو مباشرة حتى ما أطول عليكم. وإحنا في الفيديو الثالث من يونت 7 هنتكلم عن شيئين فقط، اللي هو الرايتنج ومراجعة اليونت اللي هي ريفيو. في الرايتنج اليوم هنركز على summary، how to summarize the text، اللي هو التلخيص. التلخيص لا بد من الفهم الصحيح، ولا بد من استخدام الكلمات البديلة والمرادفة حتى نشتغل تلخيص ممتاز وجيد. طيب إذن summary or how to summarize your text or your paragraph or your thesis or your speak, whatever it is. Now we are concentrating on summary of the text. The first exercise, which simple sentence A or B summarizes the sentences and paragraphs 1 to 3. عندنا ثلاثة جمل، 1 2 3، كل جملة أو كل paragraph اختصروها في جملة واحدة. الجملة دي واحدة A واحدة B، واحدة أفضل من الثانية، نشوف الأفضل يا ترى. One serious problem of lung tunnels أنفاق is a somniferous effect. Somniferous effect اللي هو الشعور بالنوم بالنعاس. Somniferous إنك في الأنفاق ما في أكسجين والمسافة طويلة تشعر بالنعاس. Somniferous effect. That is to say that the lightening systems and general nature of the tunnels encourage a feeling of sleepiness. شرح لنا somniferous sleepiness شعار بالنعاس. And drivers can fall asleep at the wheel. Wheel اللي هو مقود، اللي هو الدركسون. إذن المهم في الكلام ده كله إنه التنلز الأنفاق بتخلي السائق ينوم. The lightning systems in tunnels can cause problems. هل يتكلم عن اللايتنينج ولا يتكلم على أثر التنلز في إنه زول ينوم؟ إذن الأولى ما هي الصحيحة؟ لأن نتكلم عن الآن على نظام الإضاءة. The second sentence which can summarize this paragraph. Long tunnels can make drivers to go asleep. Which one is better? اللي هي B. إذن B هي الصحيحة. هناخد B. نلقى الحل طبعا في صندوق الوصف، الحل موجود في صندوق الوصف. The tallest buildings in the world, that is the tallest buildings at the time of writing, are the Petronas Towers, which dominate the skyline of Kuala Lumpur. الآن بيتكلم على إيش هو؟ هل بيتكلم على كوالا لامبور ولا على البتروناس تاورز؟ بيتكلم على البتروناس تاورز. The Petronas Towers are the highest buildings in the world at the moment. Moment يعني ده writing، لحظة كتابة المقال، اللي هو سنة 1999.
Number two, the Petronas towers dominate the skyline of Kuala Lumpur. يعني ما يحصل لك confusion. Which sentence is better? Is sentence number one. لأنه بتكلم على ارتفاع الأبراج التوأم. Man has built one on land. Man has built on the land. اللي هو بنى على الأرض. الإنسان بنى على الأرض. Under the land. تحت الأرض. On the sea. في البحر. And under the sea. So perhaps the next choice for construction will be in space. يعني في كل الفراغات اللي احنا نعرفها بنينا ما عدا في الفراغ الخارجي. يعني في المريخ وكذا. This would offer the possibility of exploiting limitless areas. يعني إذا كان مشينا نقدر نبني في الفضاء في الكواكب الأخرى إذا حنصل إلى مساحات شاسعة ممتدة لا تنتهي. إذا هنا بيتكلم على شنو؟ بيتكلم إنه هل في فرصة نبني في الفراغ في السبيس في الفضاء الخارجي في المريخ في غيره. Man has built in many different areas. ده ما الموضوع. Man may build in space. This is the right sentence. نمشي لexercise number two. Underline the main ideas in the paragraph A to C. Compare your answers with a partner. Partner اللي هو زميلك. Partner. خلينا نغير اللون حتى نخلي كل exercise مختلف. إذن عندنا إيش the main ideas الأفكار الأساسية. Main ideas. Study skills, summarizing. قلت لكم كل الرايتنج الآن يتكلم على السمري. You may be required to write a summary of a text. إذا ممكن يطلبوا منك إنك تعمل ملخص لقطعة. First, identify the main ideas in the paragraph or text. أول مهارة يجب أن تتعلمها ما هي الأفكار الأساسية في الفقرة أو في القطعة كاملة. Then organize these ideas into a logical order. ترتب هذه الأفكار into a logical order. اللي هو ترتيب منطقي. Logical. منطقي. Order. ترتيب. إذن عندنا المين ideas. Finally rewrite these ideas in simple sentences. أعد كتابة الأفكار الأساسية simple sentences. جمل سهلة وبسيطة. لا تحاول تعقد اللغة إذا كان عربية أو غير عربية أو إنجليزية. Using linking words. تستخدم إيش يا شباب؟ كلمات الربط. Linking. واللينكينج دخلناه قبل كده في سكيل بيتش 14. And or either however. دي كلهم يسميهم linking. Linking للربط. طبعا دي كوالا لامبور ودي الأبراج. ممتازة جدا جدا. نتمنى كلكم تزوروها. طيب ناخد جملة جملة. والحل طبعا موجود في صندوق الوصف. في صندوق الوصف كتبت لكم في الحل الجمل الأفكار الأساسية فقط, ما كتبت كل الكلام. وهنا هنعمل لها underline. Many countries in the world have a growing population, and in some countries the population is increasing by as much as 2% every decade. This population expansion results in an increase in the demand for housing and causes overcrowding. إذن الفكرة الأساسية في كثير من البلدان حصل انفجار سكاني, حصل نمو سكاني, a growing population, and in some countries the population is increasing by as much as 2% every decade. Decade اللي هو عقد من الزمان, 10 سنوات, 10 أعوام, نسميها عقد. إذن أول جملة أو أول شيء اللي هي many countries. هنعمل many countries. تمام. A growing ده الحاجة الأساسية. Growing population. And in some countries the population is increasing by as much as 2% every decade. طبعا every decade أنا كتبتها هنا للمعنى, لكن ما هي من المفتاحية والأساسية. طيب احنا عرفنا ده عمل شنو. Results in an increase تمام in the demand for housing.
demand for housing، زيادة الطلب على اللي هو توفير السكن، housing، نسكن الناس. And causes overcrowding، اللي هي دي الجمل الأساسية، نلقاها موجودة في الجملة ونلقاها في صندوق الوصف. طيب نمشي لدي. One of the most noticeable phenomena، noticeable جديرة بالملاحظة. طبعا هذه ليست الإجابة لكن أنا بس الصح يعني نركز على الكلمات ومعناها. phenomena ظواهر، اللي هي جمع phenomenon، بدل أنا تبقى on، المفرد اللي هي كلمة لاتينية دخلت في اللغة الإنجليزية phenomenon اللي هي الظاهرة. phenomena زي curriculum، curricula، تمام. In many of today's large capital cities is their increasingly efficient public transport systems، اللي هي public transport systems اللي هو نظام المواصلات العامة، وسائل النقل العامة. These encourage people to leave their privately owned vehicles at home. طبعا الإنسان إذا كان المواصلات متوفرة وبسعر رخيص أفضل، يجب المواصلات العامة وسائل النقل العامة. عشان كده privately owned vehicles اللي هي العربات الخاصة، private خاص، public اللي هو عام، كلمتين private and public. efficient معناتها كفاءة عالية. إذن من الظواهر قال المهمة جدا جدا، هو بيتكلم عن شنو؟ بيتكلم في البداية عن capital cities، يعني عندنا شنو؟ large capital cities، صح؟ إذن أول شيء capital cities. طيب عندنا شنو بعدها؟ efficient public transport systems، تمام؟ وده خلى الناس شنو؟ ما يستخدموا العربات الخاصة، زير privately people، هنا نتكلم على people leave، طبعا تو وآن كده ما من الذكره. privately زير برضو privately owned vehicles، تمام تمام، اللي هي دي الأشياء الأساسية نلقاها في صندوق الوصف. طيب سي، high rise buildings are now common in our big cities. high rise buildings، المباني العالية، are now common in our cities، تمام. these skyscrapers اللي هي ناطحات السحب، ناطحات السحاب، are seen as a solution to the shortage of available land because by building vertically rather than horizontally more accommodation can be obtained from the same surface area. البناء الرأسي vertically وhorizontally اللي هو أفقي، التوسع في المباني في الأراضي، لكن لا vertically المباني العالية، ده بيوفر لنا مساحات كبيرة جدا جدا، وبيوفر لنا في نفس الوقت سكن كثير. طيب ما هي الجيم الأفكار الأساسية؟ high rise buildings ده أول شيء، دي الأولى. طيب common شايع، في كتاب اسمه Common Mistakes in English، إذا كان لقيته في الإنترنت أخذه. Big cities، تمام. Solution، حل. Shortage طبعا هنا ما نتكلم عن شنو، The shortage of available land، ده ليش يا شباب؟ اللي هو صلينا شنو؟ قصور أو نقص في في الأرض المتوفرة. وطيب حيكون شنو؟ more accommodation، نلقاها موجودة في صندوق الوصف. نمشي لإكسرسايز نمبر 3. إكسرسايز نمبر 3 مرتبط بإكسرسايز نمبر 2. summarize each of the paragraphs in exercise 2 in one simple sentence. قال لك يعني بعد كده ثلاثة باراجراف A B C عمل لها سمر، عمل لها ملخص في جملة واحدة. طيب الأولى، the increasing population in many countries in the world causes a rise in demand for accommodation and causes overcrowding. انتهينا، نلقاها موجودة وين؟ في صندوق الوصف. 2 اللي هو B،
an effective public transport. بدل efficient استخدمنا كلمة effective عشان تستخدم كلمات مختلفة. لا تكرر الكلمات بقدر الإمكان. كلمات اللي بتقدر تغيرها غيرها، لأنك بتدي انطباع للبيقرأ في القطعة إنك عندك vocabulary كثيرة وإنك أنت فاهم الإنجليزي، بزيد لك درجاتك. بدل efficient تستخدم إيش؟ effective. An effective public transport network. بدل system استخدم network. Results in decreased use of private cars in many capital cities. بدل privately owned اللي هي قال شنو؟ قال private cars بس. وبدل شنو؟ هنا لاحظوا leave people to leave خدنا شنو؟ decreased، يعني نستخدم كلمات. طيب طيب سي بيتكلم عن المباني العالية. المباني العالية اللي هي عبارة عن شنو؟ اللي اسمها sky scrapers اللي هي ناطحات السحب. sky scrapers can solve the problem of a shortage of land for housing. بدل accommodation استخدم housing which is better to use your own language and your own ways. تلقى الحل في صندوق الوصف. exercise number 4. read the paragraph and underline the 5 main ideas. يعني في 5 جمل أو أفكار أساسية. use the prompts 1 to 5 اللي هي ده اللي هو يسموه شنو؟ الأسئلة المساعدة، استدعاء. to help you what and why. تكلم على ماذا ولماذا، يتكلم عن ماذا ولماذا. number 2 significance ما هي الأهمية. 3 length طول. 4 date opened. 5 الاستعمال use. إذن عندنا 5 أسئلة promise نسميها promise أو اللي هو helping questions. طيب the longest railway tunnel in the world. هنا بيتكلم على أنفاق للسكك الحديدية. tunnel اللي هي النفق. the longest railway tunnel in the world بيتكلم على أطول نفق للقطارات. due to an increase in traffic between the various islands which make up Japan اللي هي تكلم على الجزر اليابانية. اليابان عبارة عن جزر. طيب بينات في increased traffic حركة مرور. يلا للسبب هذا. and predictions of a continuing growth in train travel a rail tunnel was built to connect the islands of Honshu and Hokkaido. عندنا هنا جزيرتين، واحدة اسمها هونشو والثانية اسمها هوكيدو. عملوا لهم تنل نفق تحت عشان يوصل بيناتهم، والنفق ده للقطارات تمام. وكان في ليش عملوا الأنفاق؟ لأنه متوقع إنه استخدام كثير للقطارات. الأفضل تستخدم الوسائل النقل العامة، ما تستخدم سيارتك الخاصة. the second tunnel اسمها كده، اسمها النفق اسمه سيكان. in Japan is today the longest railway tunnel in the world. أطول نفق للسكك الحديدية للقطارات. with the length of almost 54 kilometers. إذن طوله كم؟ 54 كيلومتر. أنا قريتي تبعد من مدينة الخرطوم حوالي 45 كيلو، يعني ده أبعد من قريتنا. when the tunnel was opened in 1988 إذن افتتحناه بتين سنة كم؟ تم افتتاحه كم؟ سنة 1988. all the existing trains between Honshu and Hokkaido went through it. عندما تم افتتاحه سنة 1988 كل القطارات صارت تمشي عبر هذا النفق. however newer Japanese bullet trains اللي هو bullet اللي هي الطلقة، bullet trains اللي هي بسرعة الطلقة، سرعة تصل إلى أكثر من 300 كيلومتر و 400 كيلومتر في الساعة، يعني بسرعة طائرة صغيرة، والآن صار قالوا يصل إلى 500 كيلومتر في الساعة. لين سميها الطائرة القطارات كالطلقة bullet trains. have never used the tunnel because of the cost of
because of the cost of extending the high speed line through it. إذن إذا كان عايزين نعمل تعديل في النفق لأنه سريع جدا ده اسمه بوليت, ليه ما استخدمه؟ لأنه عايز تعديلات extending the high speed line, عشان إذا الهاي سبيد لاين اللي هو الطريق السريع, طريق السريع للقطارات مختلف من الطريق التقليدي. طيب إذا كان دعنا ننتقل للطريق السريع بمكلف هاي كوست, the tunnel because of the cost of extending تمديد طريق السريع. Consequently the train journey from Tokyo to Sapporo still takes about 10 hours. In contrast the journey by air takes only 3.5 hours. طبعا بالنفق ما زالت المسافة 10 ساعات, لكن إذا كان طلعنا خارج النفق الرحلة بتستغرق كم؟ 3.5 ساعات فقط. This combined with the fall in the cost of flight, وكمان الطائرات رخيصة, أسعار التذاكر للطيران رخيصة, has meant that more people travel by plane than train. معايا شباب؟ إذن ما استخدموا التنل في خاصة مع القطارات السريعة. And the tunnel is not used as much as forecasters had predicted. الفوركاسترز اللي هم اللي يستقرأوا المتنبئين. إذن الفكرة الأساسية بتتكلم على أطول نفق للسكك الحديدية هو في اليابان, طوله 54 كيلومتر وافتتح سنة كم؟ سنة 88, وكان كل القطارات بتمشي به, ولكن يمن جابوا القطار السريع, القطار السريع صار ما يقدر يمشي به لأنه لابد يعمل فيه تعديلات ويعمل فيه تمديد للقطار عالي السرعة. طيب نشوف الاكسرسايز. الاكسرسايز قال عايزين شنو؟ 5 main ideas نطلع من القطاع, وهذه هي الفايف. طيب الأولى حتكون إيش؟ يلا exercise number 4. هنا أول جملة حتكون increase in traffic. increase in traffic, أنسى الـ articles an وذا وكذا. إذن أول جملة, إذن what الفكرة إيش؟ لما من أين جاءت؟ سبب. أول شيء تكلم على what, تكلم على increase in traffic, زيادة ال... طيب ده عمل شنو؟ وين ال increase of traffic اللي هي في الجزر اليابانية islands, تمام؟ ويتكلم وين عن اليابان, دي الحيات أساسية. طيب and predictions, توقعات for continuing growth in train, continuing growth, تمام. طيب إذن تاني إيش من الحاجات المهمة؟ a railway, a rail tunnel, تمام, a rail tunnel, a railway tunnel, تمام يا شباب. عندنا a rail tunnel. rail tunnel يعني شنو يا شباب؟ اللي هي قلنا سميناها اللي هي الريل تاني, اللي عبارة عن إيش؟ عبارة عن نفق للقطارات, تمام. was built, تكلم built, was وإذ ما أنساها, بين بين وين وين؟ بين جزيرتين هونيشو وأنت هوكيدو, تمام. دي الأشياء الأساسية. طيب طوله كم؟ هنا نتكلم على سيجنيفيكانس اهميته, طوله 54 كيلومتر, خلاص ننتهي من الطول. لينث انتهينا منه. ديت اوف اوبن سنه كم؟ اللي هي سنه كم يا شباب؟ اوبنت ان 1988, تمام. يوز ليه بنستخدمه في شنو؟ يستخدم اللي هو ليه اللي هو السفر بين, ذكرناها بين الجزر دي. طيب هل بنستخدم فيه البوليت ترينز القطارات السريعة؟ لا ما بنستخدم فيه, خلي البوليت ترينز دي مهمة, قطارات السريعة.
طيب لماذا؟ هل استخدم البوليت لينس؟ هل استخدمه؟ لا نيفر. تمام، هيكون شنو؟ قال نيفر يوز ذا تانيل. نيفر اللي هو ده البوليت لينس، نيفر يوزد ذا تانيل. طبعا الاسباب قاله، طبعا لاسباب، السبب الاول ده اسباب كثيره، وكذلك لانخفاض في الطيران، تذاكر الطيران. تمام، fall in the cost of flying. طيب هل التنلز ساعدت في زياده استعمال القطارات؟ نو إذن is not used as much as forecaster had predicted. ونلقاها طبعا موجودة في صندوق الوصف. Exercise 5 اللي هو summary. Organize the ideas you underlined in exercise 4 and write them in 2 or 3 sentences using linking with. تمام؟ خلينا نعملها وموجودة في صندوق الوصف. The longest railway tunnel in the world links the islands of Honshu and Hokkaido in Japan. This 54 kilometers tunnel was inaugurated but opened in 1988 to deal with the predicted increase in rail traffic, زيادة في القطارات. However, the fall in the cost of flying and the fact that high-speed trains connect cannot use the tunnel have resulted in the tunnel being less widely used than expected. أدى إلى أنه ما يستخدموا التنل اللي هو النفق كما كان متوقع. نمشي لإكسرسايز نمبر 6. Read the text about the Sydney Opera House اللي هو ده الأوبرا اللي هي موجودة في سيدني. سيدني طبعا يا شباب مع عاصمة استراليا، للناس أنا كنت بعتبر عاصمة استراليا لكن هي مع عاصمة استراليا. إذن حنمجي لوين؟ لبيت الأوبرا اللي هو الشكل ده. طبعا هنا أدانا اللي هي دي الأبراج، وهنا بيت الأوبرا في استراليا، جميل شكله. قال لك use the promise to identify 4 main ideas. Location، أين يقع. Type of building، نوع البناء. Construction اللي هو عمل تاني. Construction وزعوا لـ 2 bullets، لفكرتين فرعيتين، زمن والقيمة والتكلفة. والopening inauguration، the Sydney Opera House اللي هو دخلونا نقرأ بسرعة. The Sydney Opera House is one of the most famous architectural wonders of the modern world. من العمارات المشهورة في الوقت المعاصر. Instantly recognizable both for its roof shelves and its impressive location in Sydney Harbour. تمام، اللي هي ده في سيدني. It has become one of the best known images of Australia. إذن هو في أستراليا وفي سيدني. Situated close to Sydney Harbour Bridge. ده في قريب من الجسر بتاع Sydney Harbour Bridge. This large performing arts. Performing اللي هو للأداء الأدبي والمسرحيات وكذا. Arts Center was started in 1959. شوف قديمة جدا and completed in 1973 after a competition to choose the design. The Danish architect John Utzon was chosen. إذن دنماركي البناء. Competition اللي هي المنافسة اللي هو عمله العطاءات. The opera house includes 5 theaters, 5 rehearsal studios, 2 main halls, 4 restaurants, 6 bars and several shops. اللي هي دي الأشياء الموجودة في هذه بيت الأوبرا. The construction of the opera house was fairly controversial as the final cost of the building was much higher than predicted.
كونتروفيرشيال، حصل فيه نقاش كثير وحصل فيه اختلاف هل يواصلوا ولا ما يواصلوا. ليش؟ لأنه the final cost of the building was much higher than predicted، التكلفة النهائية كانت عالية جدا من التكلفة التقديرية. It was predicted to cost 7 million، كانت التكلفة الأساسية المقدرة 7 مليون، but in fact the final cost was 102 US dollar million، يعني زيادة كثيرة جدا جدا من 7 مليون ل 102 مليون. This was due to difficult weather conditions، للأسباب weather conditions اللي هي الأحوال الطقس. Problems with the structural design، اللي هي التصميم، تصميم ذات structural design اللي هو الشكل البناء. And changes in the contract، وتغير العقد كل مرة. The remarkable roof shells were also difficult to construct، لاحظتوا remarkable roof ده اللي هو السقف بتاعه كان صعب to construct، اللي هو يشيد. Furthermore the construction took longer than planned، كان متوقع زمن محدود تجاوزه. Than planned completion of the building was initially expected in 4 years، كان متوقع له كم؟ 4 سنوات، من 59 لين 1963 قبل ما يولدونا. Unfortunately because of the many problems and changes which were necessary in the design the building was not completed until 10 years later، اللي هي قضى كم؟ 14 سنة، 1973 دي الوقت اللي دخلت فيه أول ابتدائي. It was inaugurated by Queen Elizabeth II، شايف الخطين دي المعات الزكاة السكند، on 20th October 1973، and millions of people attended the ceremony. The event was televised، تلفزوه، نقلوه على النقل المباشر للتلفزيون، and included a fireworks display، ألعاب نارية، fireworks and a classical music performance، وكان في أداء موسيقي ممتاز جدا جدا. إذا نجي نشوف ما هي الجمل المفتاحية. أولا هو قال location، وين اللوكيشن؟ اللوكيشن هو في اللي هو famous architectural architectural wonders، تمام. طيب وين اللي هو ده؟ كان in Sydney طبعا، تمام. وين؟ in Sydney Harbour، sorry in Sydney Harbour، صح؟ هذه Sydney Harbour، تمام. طيب ثاني قال type of building اللي هو لشنو يا شباب؟ للperforming اللي هو للرقص ولكذا للأداء، يعني performing art center اللي هو للأداء الموسيقى والمسرحيات وكذا، performance، تمام. متى بدأ؟ time 1900 كم؟ 59، تمام. started، طيب متى انتهى؟ انتهى سنة كم يا شباب؟ انتهى سنة 1973، 14 عام. طيب تاني قال الكوست كان في البداية كم متوقع؟ كان 7 ومشت لي كم يا شباب؟ لي 102، هنجي نشوفها. طيب إذن عندنا شنو الفاسيليتيز؟ فاسيليتيز عندنا 5 theaters، 5 rehearsal studios، اللي هي الريهيرسل اللي هي يسموها ايش؟ البروفات. وتاني فيه شنو؟ 2 mains halls، 4 restaurants، و6 bars، and several shops. دي كلها حياة مهمة جدا جدا، تمام. طيب أكان قلنا إنه القيمة كم؟ كانت 7 مليون وصارت كم؟ 102. دي مهمة،
وكان متوقع يفتتح كم سنة كم؟ 1963 صح؟ كان متوقع يتم افتتاحه سنة 1963 لكن تم افتتاحه متين؟ سنة 1973. طيب افتتحوا اللي افتتحوا منه اللي هي الملكة اليزابيث الثانية وكان في اكتوبر 73 وده حصل له شنو حضروه عدد كبير جدا من الناس تمام؟ دي الفكرة الأساسية. طيب دي الجمل الأساسية. طيب هنا الاكسرسايز نمبر 7 اللي هو آخر اكسرسايز في الرايتنج سيكشن. Write a summary of the text The Sydney Opera House من 100 إلى 120 كلمة. Use structures from language for writing on page 56 اللي هو مرت علينا في الفيديو السابق. طيب نقرأ بسرعة هو موجود في صندوق الوصف. The Sydney Opera House which has been described as one of the wonders of the modern world is located in Sydney, Australia. Designed by the Danish architect John Utzon, this large performing art center with numerous theaters, restaurants, and other facilities. شوف بغير الكلمات. Took 14 years to build at a cost of over $100 million. It is claimed that the high cost of construction was due to adverse weather conditions. Adverse اللي هي متغيرة. Difficulties encountered with the design. المشاكل التي قابلتهم في التصميم. And problems with the contract. التعاقد. Expected to have been completed by 1963. كان متوقع. It was finally inaugurated by Queen Elizabeth II in 1973 at a ceremony which was televised to millions of viewers. كلمات كلها كم؟ 106. تلقاها في صندوق الوصف. نمشي للجزء الأخير في هذه الوحدة السابعة اللي هي عجائب العصر العالم المعاصر. ريفيو. طيب read the article and answer the questions. طبعا هنا ده الجزء بتاع الريدنج, دي المراجعة بتاعت الريدنج. What was Skylab اللي هو ده اتكلم على معمل او مختبر في الفضاء Sky. And why was it built, لماذا بني؟ When and how many times was Sky Lab in operation, كم تم تشغيله؟ What happened during the first mission, ماذا حدث في المهمة الأولى؟ تمام. What kind of research was done, ما هي أنواع البحوث التي تمت؟ تمام, هنأخذ لون مختلف. Why and when did it crash land, لماذا تحطم على الأرض؟ طيب سكاي لاب ده الاكسرسايز الاول, لكن عشان نحل الاكسرسايز الاول لابد نقرا القطعه. نقرا القطعه بسرعه. The sky lab was the first space station launched into orbit around the earth. طبعا launched معناته افتتحت او inaugurated او بدت. Orbit مدار حول الارض. It was designed to prove that man could spend long periods of time in space. لماذا صممت؟ design عشان يثبتوا هل الإنسان ممكن يقعد تدور كم في السبيس, في الفراغ, في الفضاء الخارجي. And to make observations of the solar system, كذلك لي يعني عمل ملاحظات للسولار سيستم اللي هو النظام الشمسي. Which were not possible from Earth, لأنه ما ممكن من الأرض نقدر نتابع النظام الشمسي. It was first launched on 14th May 1973, بدري خالص. But during the launch is sustained severe damage, طوال حصلتند اللي هي حصل ليها اللي هي بصورة مستمرة. Sustainable اللي هي مستمرة. Severe يعني نقول severe اللي هي قاسية أو صعبة. Damage تحطيم. Helped by ground control, the crew managed, crew اللي هو
زي ما نقول الكرو في الطائرة أو نقول الكرو في القطر اللي هم العاملين. كرو هنا بيقصدوا الناس الموجودين في الستيشن. managed to repair this damage during a space walk في الفراغ and the mission continued, والمهمة استمرت. In total there were three Skylab missions between 1973 and 1975. كان في ثلاثة mission اللي هي mission اللي هي مهمات من سنة 1973 إلى 1975, during which time many scientific studies were carried out. عملوا يعني شغل علمي ودراسات علمية كثيرة. This included medical experiments اللي هي تجارب طبية, investigations into gravitational gravity اللي هي الجاذبية الأرضية, gravitational effects تأثير الجاذبية الأرضية وتأثيرات الجاذبية الأرضية, and solar observations اللي هو نظام الشمسي. The missions proved that man could function effectively in space for periods of up to 84 days. وكمان من الأبحاث دي عرفوا إن الإنسان ممكن يجلس في الفضاء الخارجي لمدة 84 يوم, اللي هي تقريبا 3 شهور. In 1975 Skylab was abandoned. Abandoned هجرة. Abandoned معناته هجر. And left to orbit the Earth. يدور حول مدار الأرض. It was expected to remain in orbit for 10 years. كان متوقع إنه هجر يعني ما خلاص بقى ما فيه كرو, بقى ما فيه ستاف, بقى ما فيه علماء يشتغلوا فيه. كان متوقع يدور حول الأرض لمدة 10 سنين. كان الكلام ده سنة كم؟ سنة 1975. But atmospheric changes pulled it back to Earth. Pulled دفعته إلى الأرض مرة أخرى. It crash landed in Australia in 1979, spreading its debris over a large area. الحطام, debris اللي هي الحطام. إذن عرفنا ما هو السكايلا. طيب نجي للإكسرسايز, نحل الإكسرسايز. أول سؤال, What was Skylab and why was it built? أول سؤال, ما هو المختبر العال الجوي؟ A space station built to show that people could spend long periods of time in space and to observe the solar system. إجابات طبعا موجودة في صندوق الوصف. طيب, when and how many times was Skylab in operation? من سنة كم لسنة كم؟ From 1973 to 1975. Commissions, 3 missions. What happened during the first mission? أول مهمة, sustained severe damage. كان حصل فيه تحطيم كبير جدا. But this was repaired. What kind of research was done? Number 4. اللي هو medical experiments, investigations into gravitational اللي هو الإفكتس تأثيرات الجاذبية الأرضية, gravity اللي هي الأرض الجاذبية الأرضية, and solar observations اللي هي مراقبة النظام العالمي. Why and when did it crash land? متى؟ سنة 1979. كان متوقع يقعد 10 سنوات يعني إلى سنة 1985, لكن حصل تغيرات. ليش؟ Atmospheric changes caused it to crash land in 1979. انتهينا من exercise number 1 في المراجعة. طيب نمشي لـ exercise number 2. Guess the meaning of the words involved in the text, complete the table. اللي هي الكلمات, كلمات باللون الأزرق ده اللي هي launched, orbit, solar, sustained, mission, crew, gravitational, debris. هذه الكلمات. أول كلمة اللي هي launched, قلنا launched معناتها شنو؟ هل هو فعل البارت اوف سبيش اللي هو فير؟ طيب معناتها شنو؟ to send into the sky, يعني هذه محلولة ونحل على غرارها. طيب الكلمة الثانية orbit, orbit اللي هي noun, curved path around a planet اللي هو مدار. Solar, solar ده النظام الشمسي. Solar, adjective, صفة شمسي. Connected with the sun, حاجة مربوطة بالشمس, شمسي. Sustain, sustain حيكون شنو؟ verb, past participle. To experience something bad, ده حاجة سيئة. تمام. A crew,
كرو اللي هي ايش يا شباب؟ اللي هو noun people who work on a ship plane. طيب الكرو هو الاستاف اللي هم الميشن مشان ناون كذلك الميشن اللي هي special journey مهمة خاصة نسميها مهمة. gravitational اللي هي connected to gravity اللي هو adjective gravitational ما حتكون ناون اللي هي جاذبية الأرضية. debris اللي هي ناون pieces of something اللي هو الحطام that has been destroyed. نمشي لإكسرسايز نمبر 3. Underline the main clause in the sentence. اللي هو help by ground control the crew managed to repair this damage during a space walk and the mission continued. نتخيل يبقى شنو the crew managed to repair this damage during شنو a space walk. إذا عرفنا دي. طيب الجملة الثانية in total there were three Skylab missions between 1973 and 1975 during which time many scientific studies were carried out. إذا المهم هنا نتكلم على شنو؟ نتكلم على الميشنز. كم ميشنز؟ ثلاثة. وطبعا بالضرورة إنه عملوا فيها دراسات علمية. It crashed landed in Australia in 1979 spreading its debris over a large area. إذا نتكلم عن الكراشين تحطم ما نتكلم على يعني الحطام حصلا حينتشر. طيب نمبر 4 what do the pronouns pronouns الضمائر اللي هي عندنا هنا it which it these its pronouns refer to. Look back to, at the article and complete the table. هنا نمشي لline 2. Line 2 هنا بتكلم ناخد لون مختلف زي ما عودناكم. خلونا ناخد اللون الأخضر. يبقى it. It was designed. تتخيلوا حيكون مقصود به شنو؟ مقصود به اللي هو the sky lab. تمام؟ في line number 2. طيب أمشي لـ which the line 4. 1, 2, 3, 4 هنا. Which were not possible from the earth. بيقصدوا شنو؟ يقصدوا observations اللي هي مراقبة النظام الشمسي. طيب نمشي للبعده اللي هو it في line number 5 هنا. It sustained هو المقصود به شنو؟ كذلك الـ Skylab محطة الفضائية. تمام؟ نمشي لـ these in line 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 these included بيقصد بها شنو these بيقصد بها scientific studies هنا دي. تمام. طيب it's في line كم line 13 هذا line كم 8 9, 10, 11, 12, 13 هذا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 اللي هي هنا 12 it's بقصد بها شنو هنا بقصد بها sky labs ترجع للسكاي لاب. طيب نمشي لإكسرسايز نمبر 5 write a summary of the text in one or two sentences. طيب نلقى الموديل انسرز موجوده تحت سهله جدا جدا. Skylab was a space station which was launched in 1973 to enable scientists العلماء to carry out experiments in space. After three missions Skylab was left orbiting يدور in space but it crashed onto the earth in 1979. تلقى الحل موجود في صندوق الوصف. آخر exercise في اليونت دي اللي هو exercise number 6 في الريفيو complete the table with the correct parts of speech for each word mark the stressed syllable اللي هي طبعا بعمل لكم ال stress انك تنطق صح من وين باللون الأحمر في الاكسرسايز. طيب completely هي هيكون هنا complete
تمام. الفيرب كومبليت. الناون، الناون شنو يا شباب؟ كومبليشن. الادجكتيف اللي هي كومبليت، كومبليتلي ادفيرب اللي هي مكتمل. ديفر، طيب ما هو الناون من ديفر؟ ديفرنس، صح. ديفرنت، ديفرنتلي. اوبزرفيشن هيكون الفعل شنو؟ اوبزيرف اللي هي تبقى هنا اوبزيرفنت. هنا ما سألنا من الادفيرب، ما في. بروف اللي هو شنو؟ هيبقى شنو يا شباب؟ بروف بدبل او، تمام. وما وهنا عندنا بعدها ايش يا شباب؟ بروفن. طيب ساينس، ما حنلقى عندنا فعل لساينس، لكن الادجكتيف ساينتيفيك وساينتيفيكلي الادفيرب. سكسيد هيكون عندنا سكسس، سكسسفول وسكسسفولي. بكده بيكون انتهينا من الوحدة السابعة في 3 فيديوهات. ده الفيديو الأخير اللي هو يونيت 7C. سعيد جدا ب يعني تسجيل الفيديوهات معاكم في هذه القناة. أتمنى إنه تستفيدوا من هذه الفيديوهات، وإذا كان عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وإذا كان شاركتوا الفيديو مع الآخرين بيكون مفيد جدا جدا، وإذا كان كمان اشتركتوا في القناة بيكون شنو؟ بيكون بالنسبة لينا دعم كبير جدا جدا. ما تنسونا من صالح الدعاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.